الله يحييكم في هلا بالعرفة من جديد. نشوف مع بعض مزايا الكتب. تفضل. تابع. كتاب آفة المؤمن الوساوس. الوساوس في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر بين الناس. أنا معي الآن الشيخ محمد الشايع أبو عبد الله مؤلف الكتاب. أبو عبد الله، وش قصة الكتاب هذا الجميل وش محتواه؟ الله يحييك يا دكتور ويبارك فيك. أولا يا دكتور، عندنا قاعدة: النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستعارة. أذكر في سنة من السنوات، قبل أظن 20 سنة، كان عندي طالب سبحان الله العظيم كل ما يأخذ 10 دقائق يخرج دورة مياه، يخرج ويدخل يخرج ويدخل. فاستغربت الحقيقة من موقف هذا الطالب. الحقيقة هو لما يرتاح لك الواحد يبدأ يفضفض لك. عرفت أن الولد يا دكتور عنده مسكين شيء من الوساوس، يتوضأ ثم يأتي الفصل، ثم للأسف يملي عليه الشيطان بأنه قد أحدث، ثم يرجع ثم يدخل ثم يدخل. فسبحان الله، كان هذا الطالب رب ضارة نافعة، هو كان سبب تأليف هذا الكتاب. دكتور، في قاعدة أو آية والله لو أن الإنسان حفظوها وأتقنوها بإذن الله سبحانه وتعالى يطردون عنهم كل الوساوس والهواجس والتفكيرات التي تعتبر من تلبيس إبليس. وسورة الناس تعتبر جامعة شاملة من شر الوسواس الخناس. إنما النجوى هي الخواطر من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، أنواع الوساوس الآن سمعت قالوا لي وسواس مثلا في الوضوء، وسواس في الأفكار، وسواس إن الإنسان يشعر أنه مراقب، صحيح؟ بالضبط يا دكتور. مجالات الوسوسة كثيرة جدا. للأسف الشديد أن الشيطان، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا، يبحث عن نقاط الضعف فيه وفيك. هو للأسف الشديد لما يأتي إليك ويبدأ يشرك في موضوع من الموضوعات ويصير عنده قوة إيمان وطنش تعش تنتعش، ها، يدري عنده قوة إيمان وتغلق المنافذ والأبواب، هو يبتعد عنك. لكن لما تسترسل معه وتستسلم يبدأ يشتغل عليك. ولهذا عندي أنا قاعدة شرعية أقول: إذا قال لك شيطان تعيد أو لا تعيد، قل لا أعيد. أكرر وضوء لا أكرر، لا تكرر، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قضاء حاجته نضح على ثيابه الماء حتى يقطع مادة الشكوك والظنون. حتى الشيطان يأتي إلى أحدكم فيأخذ بشعرة من دبره ويقول أحدثت، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. يا دكتور أحمد، الإمام أحمد يقول الإمام المروزي: وضأت الإمام أحمد وأخفيت وضوءه عن الناس حتى لا يقال إن الإمام أحمد لا يتوضأ، والله إن وضوءه ما بل الثرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. طيب، الآن طرق العلاج باختصار، وش هي طرق العلاج؟ أنا مثلا جاني وسواس إنه مثلا اللي قال واحد قال لي كلمة وطلعت ما هي بحلو وبديت أشرق فيها وأغرب، كيف نعالج طريقة الوسواس من البداية؟ العلاج سهل يا دكتور. المسألة تحتاج إلى قوة وشجاعة منك أنت. عمر بن الخطاب لما جاء الشيطان وهو يتوضأ قال: لقد كذا كذا، قال: عطني شاهدين عدلين. شوف، يعني هو بدأ يدخل. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ما سلك واديا، سلك الشيطان واديا آخر. نتمنى أن نسلك هذا الخلق وهذا المنهج، أنه إذا جالك الآن وسوس لك في طهارتك، في صلاتك، في أفكارك، في أيضا أفكارك، في أفكارك. يعني ورد أن الشيطان يأتي إلى أحدكم ويقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فلينتهي وليتعوذ ويقرأ سورة الناس وسورة الإخلاص، وبإذن الله سبحانه وتعالى تتخلص من وساوس الشيطان وتلبيسه اللي يحاول يضيق عليك. طيب، العبادة الآن الانشغال فعلا. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، الآن الانشغال إنسان بالمال اليوم ما يحميه من الوسوسة، أليست الوسوسة نتيجة الفراغ؟ يا سلام عليك دكتور، فعلا دائما يصاب بالوسوسة نوصيه بأنه ينهمك في العمل والشغل. العاص بن وائل رضي الله عنه صحابي جل أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أشكو الشيطان يلبس علي في صلاتي. يعني لا تضيق صدرك، ترى حتى الصحابة حصل لهم كذا. قال: وليتعوذ بالله ثم لينفث عن يساري 3. يعني نفث سهل، هواء بسيط جدا. الصلاة إذا أشغلت نفسك في أثناءها بالصلاة والدعاء والاستغفار والتحميد، ما دخل عليك شيطان ولا وسوس لك. فالعمل والإنهاك في العمل بإذن الله سبحانه وتعالى يحميك من تلبيس إبليس ومن وساوس الشيطان. ألف شكر يا أبو عبد الله، ألف شكر. حديث أنا أعتقد أنه شيق يا دكتور عن الوساوس، وأترك لك المساحة. صحيح. شوف، أول شيء أحيي هذا الرجل الصديق، وعلى فكرة يسلم عليك ويدعوني عليك وعليه السلام، ومفرح لزيارة شقرة، لأنه الحقيقة هو غير أنه
مدرس في المعهد العلمي، وغير أنه أيضا خطيب جامع، أيضا رجل فاتح بيته وللأمان 24 ساعة أي واحد يمر شجرة ومتقطع يعني منقطع يسكن في البيت أعز من نجي. أي والله. الكتاب طبعا آفة المؤمن الوساوس، أول شيء الكتاب له هيبته، مدام أنه نقدم له معالي الشيخ عبد الله بن منيع أو المنيع الشيخ عضو هيئة كبار العلماء المعروف. نعم. واللي عجبني فيه أيضا أن ريع الكتاب مخصص لمكتب توعية الجاليات بالدوادمي، أنه أي نسخة تباع متنازلة الله يكتب أجره. أي. الحقيقة أنه مرض الوسوسة انتشر بين الناس بشكل كبير. طبعا حنا دائما نحصرها في موضوع الوضوء وما الوضوء، وهل أنا تأكدت أني تطهرت، هل صليت ركعتين أو ثلاث، لكن الحقيقة في علم النفس وزارة الصحة طلعت تقرير عن الوسواس، الوسواس القهري، أنك مراقب وأنه كذا، وتشوف اثنين يتناجون تقول أكيد يسبوني ويغتابوني. الوسواس مع الأسف أنا أقول دائما هو شك تطور فتحول إلى الوسواس، والشك إذا غذيته وكل مرة تشبع يكبر يكبر ويتحول إلى مرض. والله أنا قابلت ناس من المعارف وكذا وصل فيهم الوسواس أنهم أوشكوا على الانتحار، أوشكوا على الانتحار، يتوظف اليوم عشر في المرة 10 مرات أنه عنده شك أنه ما توظف أنه كذا. الشيخ محمد الشايع يقول في قصة تأليف الكتاب، يقول من كثر ما سألوني الناس، وهو مأذون أنكحة ومفتي وكذا، من كثر ما سألوني الناس عن وسوسة يقول قلت لازم أطلع كتاب للناس يقرؤونه بحيث أنه يساعدهم. الحقيقة هو قدر المستطاع حاول يلامس المشكلة، أكيد أنه ما نطالبه بكل شيء لأنه هو في الأخير يعني زي ما أنت شايف والكتاب 5 ريالات، وحقول ملاحظاتي على الكتاب. نعم. فأنا أول شيء أقول لك أن الكتاب يتحدث عن الوسواس، الوسواس القهري، ولو كتبت الوسواس في وزارة الصحة يطلع لك بيان كامل عن كذا، وغالبيته هو يدور حول البيئة، هل أنا توضيت، هل ما توضيت، هل وللأمانة ترى يعني هذا قديم، حتى مجنون ليلى طبعا الوسواس ناتج عن فراغ، بالغالب يكون عن فراغ عندك فتملأه الوساوس. فراغ في النفس. إيه فراغ. وفراغ انك عن ما يعني ما عندك شيء تسويه. مجنون ليلى من كثر ما هو مشغول في ليلى ومنشغل عنها يقول أصلي فما أدري إذا ذكرتها 2 صليت الضحى أم 8. الله. دبل العدل 4 مرات لأنه غافل غافل. أنا تذوق هذا شعريا، لكن أنا ألمس الجانب الآخر في الوسوسة، أنه منشغل تمام الانشغال عن العبادة مشغول في ليلة. هل ممكن الوسوسة تسيطر على الشخص لهالدرجة؟ طبعا بل أنك تريد الحين من جيبها مجالاتها أنه تتوهم أحيانا ترى أشياء ما لا وجود لها. أنا صادفت بعض أقاربي عندهم وسوسة يرون أشياء لتخيل تخيلات، وهذه من مجالاتها. شوف أصحاب الوسوسة لهم مزايا، أنا بالنسبة لي أولها أنهم قوم يعانون، يجب أن ننظر لهم بالشفقة. أنا كان عندي قريب عنده وسواس كان متعبنا، أنا بس كنا نرحمه لأنه ندري أنه غصبا عنه، فهم قوم يعانون. 2 خارج عن إرادتهم، ترى الموسوس ودي يكون زيك آكل. أنا أذكر واحد كان يقعد بالحمام 4 ساعات مسكين، وهو يشك في الطهارة ويشك أنه تحمم ويشك كذا. الشيء الثالث، يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يتقصد بيتا خربا. وهذه مزية إيجابية، أنه غالبا هو كتب أنه أكثر المتدين أكثر الوسواس من المتدينين، إنه الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، فيبدأ يقول لك ترى ملابسك الداخلية ما كانت طاهرة، ترى صليت 3، ترى الأرض اللي تصلي عليها هذه فندق، ترى ممكن فيه نجاسة، ترى ترى، وتبدأ تشكك وتعيد صلاتك 100 مرة، وأنت ما وهو تو قال الشيخ في 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 المقطع الجميل قال إنه أنا عندي قاعدة اليقين، إنك تكون يقين خلاص عندك حزم صليت 3 و4 اجزم إنها العدد الصحيح اللي في بالك. الوسوسة شك تطور، الوسوسة عضلة إذا غذيتها كبرت وصعبا تسيطر عليها، الوسوسة من الشيطان، وقد هو يقول من الشيطان لكن أنا أوسعها لبعض الفلاسفة قال إنها من النفس البشرية، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور، إنه الفجور قد يكون هو المغذي لك، وأحيانا يولدها كثرة ملاحظاتك، كل ما دخلت علي أنا مفرح سكتنا، كل ما دخلت علي مفرح سكتنا، فأنت تقول لا هو واضح إنه
يسبوني كل ما أجي يسكتون لما يكملون سواليفهم. فتبدأ من لقطات بسيطة تبدأ أنت تكبرها. طبعا إحنا ممكن نتكلم عن أسعار الين ولا عن أسعار سوق الأسهم بس أنت جيت واحترمناك وسكتنا. فهي تبدأ من هالناحية. التعريف هو عرفه يقول هو الوسواس هو حديث النفس وما يلقيه الشيطان في الصدر من وساوس وهواجس وتفكرات. هذه تعبيراته. تفكرات انه يبدا الانسان يفكر طيب انا من خلقني الله؟ طيب وين الله في السماء؟ طيب من خلق الله؟ تبدا حتى تدخل لانه اغلب الملحدين ترى بداوا من دائره الوسواس والاسئله اللي يسمونها في علم الفلسفه الشك. الشك 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 الشك. تبدا تطرح اسئله. انا ما اطرح الاسئله لكن لها حدود معين الى الحدود اللي فيدك. يعني انا اسال نفسي مثلا كيف اروح الى الملز في اقرب الطرق افكر فيها؟ كيف اوفر اقتصاد بزنس؟ لكن الأمور التي لا سيطرة لك عليها ليس من الجيد أنك تطرح الأسئلة. نجي يا طويل العمر أهميته تجي تقول لي أحمد إيش كتاب وحلقة يا أنا بالعرفة نجيب لك. نقول لك يا أخي في سورة في القرآن كاملة قل أعوذ برب الناس كلها تتكلم عن الوسواس الخناس. الخناس اللي هو مستقر في داخلك. نجي يا طويل العمر يجي أسباب الوسوسة هو اختصرها قال الجهل بالدين، نقص في الإيمان، أيضا الانقياد والاستسلام لوساوس الشيطان، نقص في العقل. وأنا نقص في العقل صراحة لي تحفظ عليها لأنه أحيانا أنا شفت ناس والله بأوروبا بكامل فلاسفة في أوروبا درسوني في بريطانيا عندهم وسوسة. طيب مجالات الوسوسة عشان نضيق الموضوع، مجالات الوسوسة التفكر في ذات الله وصفاته. نحن نقول فكر في خلق الله ومخلوقات الله بس لا تفكر في ذات الله. اثنين الوسوسة في الطهارة. ثلاثة الوسوسة في انتقاض الوضوء. أربعة الوسوسة في مواطئ القدم. كانوا بعض الصحابة يعني يقول لك أننا يعني نتحرج أن نمر فحنا حافين الأرض قد تكون فيها نجاسة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان في نجاسة فأنت بعد ما تعديت النجاسة تطهرت لأنه إنسان يتيمم. أيضا الوسوسة في الأماكن، أماكن الصلاة. الوسوسة في النية. الوسوسة في التحرج من الصلاة في النعال، زمان كانوا يصلون بنعالهم. الوسوسة في تزيين المعاصي، أحيانا يزين لك الشيطان يزين لك سوء عملك، لا ما في شيء، الدخان ما في شيء، المدري ما في شيء، تقلل. الوسوسة في النسيان، تعرف دائما إنساء الشيطان يدخلك بالوسوسة يخليك تنسى. طيب التوهم. الآن حنا طال عمرك خلصنا، خليني أقول لك أنا كيف نعالج وهو المهم. المعالجة ذكرها الشيخ تقريبا في 17 نقطة. أول شيء طلب العلم الشرعي. ترى العلم الشرعي يحميك. أنا بالنسبة لي كنت أول صغير موسوس ما حماني بعد الله للعلم الشرعي. اثنين تقوية الإيمان والمداومة على ذكر الرحمن. الرقية الشرعية أنت ترقي نفسك، لا تجلس بمفردك رغم تحفظي. أنا أقول لا تجلس بمفردك إذا كنت ضعيف التفكير. شو لا تجلس بمفردك؟ يعني هو العزلة. العزلة نوعين. شوف الإنسان القوي المفكر، الأنبياء كلهم كانوا يعتزلون الناس على أساس يتفكرون. إذا أنت أفكار قوية وممتازة اعتزل، أما إذا كنت ضعيف فهو كما قال لا تجلس بمفردك، تحرك وتنقل ولا تسترسل في التفكير المضر اللي يوديك الأشياء لا تستفيد منها لا دنيا ولا آخرة. أيضا اختر لنفسك صديقا يساعدك، اجلس مع أهلك باستمرار، اخرج من البيت وتمشى، تذكر أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يعني لا تصير أسير الوساوس. لا تفكر بطريقة تشاؤمية. إذا كنت أعزب فكر في الزواج. اعلم أن الوسوسة بوابة خطيرة. اعلم أن الوحي قد انقطع. بعض الناس يتخيل أنه يقول يا أخي جاني وسواس. أنا شفت بعض الناس يدعون النبوة يقولك أنه جاني وحي في باكستان وفي غيره. إذا وسوست في ماضيك أو حاضرك أو مستقبلك فاتركه حالا. أحيانا تجيك الوساوس أنه أنا يوم أنا صغير سويت. تفتح على نفسك. أيضا في آخر حل يقول لك زر الأطباء النفسيين إذا احتجت. الملاحظات أنا أدري أنك تسألني عنها. أنا أتمنى إعادة صياغة الكتاب والتبويب وكتابة المراجع. الكتاب ما في مراجع أبدا. اثنين تخريج الأحاديث. الأحاديث كثيرة وبعضها غريب وأنا متأكد أنها مقبولة، إذا ما هي بصحيحة فهي مقبولة. أيضا تجديد بعض الإصدارات التي أصدرها الشيخ مع الكتاب مثل أسرار الدعاء، كيف تصل إلى القلب التائب، الانترنت أفراح أم أحزان. ترى الانترنت جزء من بوابة الوسوسة. أربعة ضوابط المزاح. خمسة كيف تواجه النقد الآثم. هذا ما يمكن أن نقوله. وأنا أشكر الشيخ محمد الشايع وأتمنى أنه يطور الكتاب ويحطه بتعليف. هو حقيقة كان جهد المتحمس
الذي يعني ينقصه بعض الفنيات التي تساعد على القراءة، الفصول معينة كذا، هو حط كل سرد واحد على الأقل. أنه الرجل كان له مبادرة عظيمة يعني، ويشكر عليها. هو الوحيد اللي كتب في السعودية في التصنيف، لو تدخل المكتبات ما تلاقي إلا هذا الكتاب، وهو جهد ويشكر عليه. لكنه أيضا كما يقول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنا متأكد أن الشيخ الشايع حسب علمي فيه حسب ما أشوف في السناب هو رجل يستطيع أن، بالذات أن الكتاب ده له 15 سنة، أنه يقدر يضخمه ويحطه وفق الأسس العلمية. بس الله يبعد عنا وعنك. آمين. إن شاء الله. آمين.